النهارده هنعمل مع حضراتكم طاجن فريك بالسجق. عندي فريك وبصل وتوم وجزر وبسله وفلفل الوان وزعتر طماطم، وعندي زبده ملح وفلفل. وتعالوا نشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. توم، عندي بصل، نرجع للبوكي جارني بتاعنا، عندنا جزر وفلفل وكرات وكرفس، دي التحبيشه بتاعتي الجميله. جوز الطيب، بهارات، ادي ملح، فلفل، بنى الفريك بتاعي بسلقه نص سلقه يامتا، بنقعه في الميه قبليها بساعتين ثلاثه، وادي ميه بتغلي.